السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة قاسم أرباح بشكون. مرحبا بكم إخواني في شرح اليوم. كما ترون في العنوان الخاص بهذا الفيديو، ها هو البالانس الخاص بنا 24.47 دولار من عملة السيلر، ما يعادل تقريبا 227.27 XLM سيلر كلاسيك. هذه العملة أيضا متواجدة على كوان ماركت كاب وهي متداولة في جميع المنصات. سأريكم العملة أيضا متواجدة على كوان ماركت كاب، وهذه المنصة البلوكتشين فهي منصة مشهورة، والإيردروب إخواني صادق، فهو في نفس الوقت لا نقول له إيردروب، ولكن المنصة قد قامت ببونس. أي شخص يقوم بالتسجيل سيتحصل على 25، يقولون أنهم 25 دولار. سأريكم العملة في الكوان ماركت كاب، وسنقوم بشرح لكم خطوات التسجيل في المنصة في البلوكتشين، محفظة بلوكتشين، ويمكنك تحويلها إلى البيتكوين، ويمكنك أخي أيضا سحبها إذا أردت سحبها. سأقوم XL كما ترون إخواني. هاي العملة ستيلر كلاسيك، القيمة الخاصة بها بالدولار تساوي 0.10 سنت، 10 سنت يعني، وبالبيتكوين تساوي 2651 ساتوشي بالبيتكوين. قد وصلت العملة تقريبا إلى 0.80 سنت يعني تقريبا إلى دولار تقريبا وصلت العملة. ولذلك فالعملة هي عملة صادقة أيضا ولديها مشاريع كثيرة. المهم ما يخصنا هو شرح خطوات تفعيل هذه 24 دولار. أول شيء سأقوم بترك لكم رابط التسجيل أسفل الفيديو في الديسكريبشن، تقوم بالضغط عليه. بعد ذلك ستقوم بالضغط على السين أب. أول شيء تقوم بالتسجيل في المنصة، أو إخواني ستقوم بالضغط على البلوكتشين. عندما ستقوم بالضغط على الرابط ستجد البونس الخاص بك، ستضغط عليه منه فري كريبتو، ستجدون فري كريبتو، او تضغط على كليم يور فري XLM، ستقوم بالضغط عليه هكذا. سيحولك الى صفحة، ستقوم بتفعيل بعض الاشياء، واخواني ايضا ستقوم بعمل. المهم الانترنت ضعيف بعض الشيء، انتظر قليلا. اول شيء ستضغط على السينا. اول شيء تقوم بكتابة الايميل هنا، ثم كتابة الباسورد هنا، ثم اعادة كتابة الباسورد، ثم هنا I have ready، ثم تضغط على continue. بعد ذلك اخواني اهم شيء في المنصة البلوكشين هي ان لا تنسى الاي دي ولا تنسى المودو باس. سأريكم الاي دي اخواني. الاي دي عندما سيرسلون لكم على الايميل الخاص بكم، اذا ارسلوا لكم رابط لتفعيل التسجيل الخاص بكم في البلوكشين في هذه المحفظة، فقوموا بتفعيله. سيرسل لكم الاي دي، هنا ستجدون الاي دي، اي دي مكون من ارقام واحرف، سيرسلونه لكم الى جيميل خاص بكم، ستجدون في الجيميل الخاص بكم ذلك الواليت اي دي. الواليت اي دي هو الذي ستقومون بالدخول به، والباسورد يعني كلمة السر، هاتين الاثنين لا تقومون بتضييعهما. المهم اول شيء المود باس والواليت اي دي، هذا الواليت اي دي سيرسلون لكم اخواني، وقوموا بعمل له كوبي ولصقه في مكان خاص ولا تضيعوا، لأنكم ستقوم بالدخول به إلى المنصة. أول شيء عندما تقوم بالدخول إلى المنصة ستجد، عندما تضغط على اللوغين سيقول لك لن تقوم بالدخول مباشرة إلا أن يرسلوا لك رابط لكي تفعل الدخول الخاص بك، ثم تأتي إلى بلوكشين، ثم تقوم بالدخول مباشرة بعد ذلك تضغط على اللوغين. المهم اخواني سنقوم بالضغط على بلوكشين، بعد ذلك سنقوم بالضغط على، سنجد كليم يور فري XLM، سنقوم بالضغط عليه. عندما تقوم بالضغط عليه اخواني ستفعلون بعض الاشياء، ساذكر لكم حاليا بعض الاشياء التي ستفعلونها. انا لن يظهر لي حاليا، ولكن انتم سيقوم بالظهور لكم تلك الاشياء. ستجد اخواني عندما تقوم بالتسجيل وهكذا وكذا، ثم تبع
ستجد بعض الأشياء، ستجد يعني التفاصيل الشخصية. يعني تقريبا سيصير لك أول شيء يقول لك قم بهون، ستجدوها هنا. لن تجد هذه الأشياء، لكن ستجد بعض الأشياء سأريكم. عندما تأتي إلى الداشبورد وتضغط على جيت فري، أو من هنا سيلر جيت فري، من هنا ستضغط عليها، سيحولك إلى بعض الصفحات إخواني. سيقول لك أول شيء قم بتفعيل بعض التفاصيل الشخصية. ما هي التفاصيل الشخصية؟ كتابة الإيميل، كتابة الاسم الخاص بك، الدولة التي تقيم فيها، هكذا. ولكن إخواني قم بكتابة الاسم الحقيقي الخاص بك المتواجد في البطاقة الوطنية أو الباسبور. وسيقول لك أيضا قم بكتابة الإيميل الخاص بك، ثم قم بالضغط لإرسال رسالة للإيميل الخاص بك لتفعيلها. أيضا تقوم بالضغط على شركة الرسالة لكي يتأكدوا، ثم ستحول إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية أي سيقول لك قم أيضا باختيار الدولة التي ستقيم فيها. هذه الأشياء إخواني لا تنسوها. عاودوا قوموا بإعادة الفيديو مرتين أو اثنين أو ثلاث مرات، لكي إذا نسيتم أي شيء تقوموا بالرجوع إلى الفيديو لتتذكروا. المهم الخطوة الثانية يقول لك اختار الدولة، بعد ذلك تضغط على المرحلة الثانية. المرحلة الثانية يقول لك إخواني التقاط سيلفي أو صورة، يعني صورة لوجهك، التقاط صورة لوجهك. أول شيء صورة لوجهك من خلال كاميرا الهاتف أو كاميرا الحاسوب، لا بد أن تكون كاميرا الهاتف أو كاميرا الحاسوب. من خلال هذه المرحلة تتم من خلال كاميرا الهاتف أو كاميرا الحاسوب التقاط صورة لك، بصورة لوجهك. ثم سيطلب منك صورة للبطاقة الوطنية أو جواز السفر، يعني البطاقة الوطنية أو جواز السفر. إذا طلب منك البطاقة الوطنية فقم بعمل قم بأخذ صورة للبطاقة الوطنية، وذلك عن طريق الكاميرا الأمامية للهاتف أو للحاسوب. عندما تقوم بهذه المرحلة سيحولك إلى المرحلة الأخرى، ثم سيطلب منك أيضا سيقول لك إخواني قم بأخذ صورة من الأمام للبطاقة الوطنية مثلا، وأيضا تقوم بأخذ صورة له من الخلف للبطاقة الوطنية أيضا، هكذا إخواني. وهنا تنتهي المهام. وعندما عند يومين أو تقريبا يومين أو ثلاثة أيام عندما يراجعون الأشياء الخاصة بك سيرسلون لك السيرفر الخاص بك، ستجد في البالونس الخاص بك هنا. وبالنسبة للأشخاص الذين لم يفهموا بعض الأشياء فليرسلون في الديسكريبشن، أي في الكومنتير، سأجيبهم على بعض التساؤلات الخاصة بهم. إخواني استغلوا الفرص مثل هذه الظروف فتكون صادقة، وتكون هذه الفرص قليلة لا تأتي في كثير من المرات. ويمكنك أيضا سحب هذه العملة السيلار من هنا، تضغط على السند. عندما تقوم بالضغط على السند من هنا تترك السيلار هكذا، تقوم بكتابة الأدريس أو الواليت أو محفظة الأدريس أو الأدريس واليت، يعني المحفظة الخاصة بالسيلار في تلك المنصة. هنا ما كم تريد الإرسال، مثلا نقوم بالضغط على كل الأشياء الذين احنا مثلا هنا 24 دولار، فستة وثلاثون 24 أصل 36 أي هنا. وبعد ذلك واتس ديسكريبشن، قم بأي ديسكريبشن، يعني أي شيء تقومون كتابته هنا، ثانك يو كذا مثل هذه الأشياء. وهنا أمونج تكس اي دي، اي الشخص الذي سترسلون اليه الاي دي خاصه بذلك الموقع او بتلك المنصه الذي سترسلون اليه، او اتركها فارغه. بعد ذلك تضغط على كونتي، بعد ذلك سيتم السحب الخاص بك، ويمكنك تحويله ايضا اذا الى بيتكوين اذا اردت من خلال هذه. المهم اخواني هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله.